الروس غاضبون جدا من هذا الوضع، وبطبيعة الحال هم من سيخسرون الكثير من المال. العديد من الشركات لديها ودائع في البنوك القبرصية، والكثير من الروس العاديين الذين يعيشون في قبرص أو يعيشون في روسيا ولكن لهم أعمال في قبرص. ولكن تذكري، هذه ليست المرة الأولى التي يتعين فيها على أموال المودعين أن تتأثر. رأينا هذا الأمر في الدنمارك في بنكين في العام 2011، رأينا الأمر في المملكة المتحدة من خلال BCCI فضيحة الثمانينيات التي أيضا تم فيها اقتطاع أموال من الودائع بسبب BCCI أعلن إفلاسه. إذن ليست المرة الأولى، ولكن المخاطر الموجودة في النظام هي المهمة. في إسبانيا تذكري أنهم أعلنوا أنه سيكون هناك ضريبة صغيرة على الودائع من أجل سداد الأسهم الخطرة في بنكين إسبانيين. نعم هناك قلق، ولكن على الأقل الخبر الجيد هو أنهم غيروا الأنظمة. تذكروا الأسبوع الماضي كان هناك عقوبة على من كان لديه أي وديعة في قبرص، سواء من كان لديه أكثر 100,000 أو أقل من 100,000. ولكن الآن على الأقل صغار المودعين سيتمكنون من الشعور بالأمان. طيب هل من السهل، يعني ذكرت أنه في إجراءات، لكن هل من السهل للناس أن تسحب أموالها بمجرد أن تعود الأمور يعني وتعاد المصارف إلى أعمالها؟ يبدو أنه سيكون هناك ضوابط على رأس المال. من يرغبون بإرسال أموالهم إلى الخارج يمكنهم فعل ذلك، ولكن ربما سيتعين عليهم دفع ضريبة أو ضريبة لمرة واحدة على العملية. هذا يعني أن الناس سيقررون إخراج أموالهم من قبرص، بعضه قد يذهب إلى لبنان، بعض هذا المال ربما ينتهي به المطاف هنا في دبي. يعني برأيك أنه سيكون هناك نزوح للأموال من قبرص؟ تأكيد نعم، بالتأكيد لا بديل عن ذلك. الكثير من الناس سيشعرون بعدم الأمان تجاه الوضع.